شجر رسول احتلم فأفتاه بعض الناس بوجوب الغسل اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصنت بذي العزة والجبروت، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت. ربنا اصرف عنا الأذى، إنك على كل شيء قدير. ربنا اصرف عنا الأذى، إنك على كل شيء قدير. ربنا ارفع عنا الوباء والبلاء، إنك على كل شيء قدير. مشاهدينا الكرام، أرحب بكم وأحييكم في هذا العدد الجديد والمتجدد من حصتكم اليومية هل سألوا، عبر قناة القرآن الكريم، لنجيب على أسئلتكم الدينية والفقهية. باسمكم جميعا نسعد بالترحيب بشيخنا الفاضل الشيخ أبو عبد السلام. أهلا وسهلا بك شيخنا. وبكم أهلا ومرحبا، سعداء بهذا اللقاء. أهلا وسهلا. الله يسلمك دكتور كمال بوزيدي. أهلا وسهلا بك. وبكم أهلا وسهلا، سعداء بك. نحن أسعد، الله يبارك فيك. إذن مشاهدينا الكرام، موضوعنا إليكم في هذه الافتتاحية من برنامج هل سألوا، نتوقف فيها عند حسن الظن، نتوقف فيها عند الحديث الذي رواه الإمام أحمد، الذي جاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. رواه الإمام أحمد، حديث صحيح. شيخنا شيخ أبو عبد السلام، نستهل الحديث مع حضرتكم لتحدثونا عن حسن الخلق، وكيف لحسن الخلق أن وحسن الجوار أن يعمر الديار ويزيد في الأعمار. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثوا عن حسن الخلق، والدكتور يتكلم في حسن الجوار إن شاء الله. إن شاء الله. حسن الخلق هو يعني من 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 مؤكدات الوصايا الإسلامية، لأن حسن الخلق هو الذي يعين ويبين ويعرف بمنزلة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، لأن حسن الخلق يكسب الإنسان في الدنيا محبة ومهابة وقدرا واحتراما، وتجده أينما اتجه قوبل بالقبول الحسن، وقوبل أيضا بالتكريم والترحاب، لأن حسن الخلق يعني من الصفات الجميلة ومن الصفات الحميدة ومن الصفات التي دعا إليها الإسلام وبينها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث. يكفي أن حسن الخلق يضمن قرب النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس في الجنة: إن أقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال في الأثر، يعني الله تعالى يعطي على حسن الخلق ما لا يعطي على غيره، يعني حسن الخلق من الصفات تاع النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم ربي امتدحه ورفع شأنه وقدره بهذه الصفة: وإنك لعلى خلق عظيم. لو لم يكن كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ما وصفه الله تعالى بهذا الخلق وبهذا الوصف الجميل عظيم، عظيم القدر عظيم الشأن. ولذلك حسن الخلق هو الذي يبرهن على مروءة الرجل وعلى كماله ورجاحة عقله وتخلقه بخلق العفو والسماح، لأن حسن الخلق كله لين، كله رفق، كله رحمة، كله مساعدة، كله أنس، كله بشاشة في الوجه، ابتسامة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. فحسن الخلق تحدثت يوما يعني في ما يمكن أن يلخص فيه، هو التحلي بثلاثة أثافي، معناها بذل الندى وكف الأذى والصبر على الأذى.
بذل الندى معناها الإنسان يكون سخيا كريما معطاء لا يعرف البخل إلى قلبه ونفسه طريقا فيكون معطاء أي شيء يعني يكرمه الله تعالى به تجده لا يستأثر به يقسمه بين غيره من المؤمنين سواء كان إخوة أو جيرانا أو زملاء في العمل أو في أي مكان فهو تجده معطاء يعني معناها لين المعاملة لين المعاشرة بين الناس جميعا لا يعز شيئه على أن ينفع به غيره هذا هو معناه بذل الندى معناه الكرم معناه الجود والجود طبعا راح يكون من الموجود معناه الإنسان لا يستطيع أن يعطي شيئا لا يمتلكه ولكن ما يملكه لا يبخل به لا يشح على نفسه ولا على الناس فهو تجده يعني سخيا كريما فهذا بذل الندى الشيء الثاني هو كف الأذى يعني معناها الإنسان يجتهد أن لا يصدر منه أذى الغير يعني لا يؤذي أحدا من الناس لا بلسانه ولا بيده ولا ببصره ولا بأذنه وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلم المسلمون من لسانه ويده معناها لا يؤذي أحدا هذا هو معناه كف الأذى لا يصدر منه الأذى من أي نوع من أنواع الأذى ماديا كان أو معنويا لأنه نزيه يترفع ويتنزه عن كل أنواع الاعتداء والظلم والجرح للآخر فهو يصبر ويكف أذاه ويتحكم في نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب يعني تجده إذا غضب كظم غيظه إذا غضب يعني غلب خلق الحلم على صفة الغضب دائما يبادر بالحلم ليخفي وليبعد الغضب وآثار الغضب ولذلك معناها لا يؤذي أحدا معناها كف الأذى لا هو معنى كف الأذى والصفة الثالثة الصبر على الأذى الإنسان مهما كانت أخلاقه مهما كان سخاؤه مهما كان كرمه مهما كان تعامله ولينه ورفقه لا يخلو أن يجد معارضة في المجتمع في المعاملات لا يخلو ذلك لأن فيه حسد فيه بغضاء فيه كراهية فيه رفض لكل ما هو جميل فهذا الإنسان الذي يتخلق بخلق الحلم والعفو والتسامح قد يجد معارضة من الغير فيستفز سواء كان بالكلام أو بالعمل أو بالتصرفات بالمعاملات حتى يغضب وفي غضبه قد يرتكب حماقات فهو من أجل أن لا يرتكب حماقة يتحلى بخلق الصبر الكبير يعني مهما وقع في حقه الاستفزاز فصبره أقوى فصبره أكبر وحلمه أكبر ولذلك لا تجده لا يقابل الإساءة بالإساءة بل يقابل الإساءة بالإحسان هذا هو حسن الخلق الذي يمكن أن نتحدث عنه وباب حسن الخلق واسع باب حسن الخلق واسع وباب حسن الجوار كذلك أكبر دكتور كمال بوزيدي كيف يمكن لنا أن نفهم هذا الحديث ونتمثله في حياتنا اليومية خاصة مع يعني تطور هذا الحضاري الكبير والعيش في المدن وملاصقة البيوت لبعضها البعض شكرا أستاذ حمزة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بالفعل يعني خصلتان هي من أعظم يعني الخصال في الدين الإسلامي وهو حسن الخلق
وحسن الجوار. فحسن الخلق كما ذكر الشيخ يعني بمعنى هو مرتبة عليا جدا جدا، لأن ما فيش أثقل في الميزان من حسن الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل شيء في الميزان تقوى الله وحسن الخلق، ما فيش أثقل. فيعني حسن الخلق لابد أن نتحلى به وأن كذلك نتبع تعليمات الشيخ حول حسن الخلق وفضائل حسن الخلق. أما الجوار نحن بمعنى الجوار من جاورك، بمعنى من كما نقول احنا اقترب منك، فبعضهم يقول لك بمعنى 40 دار هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، يعني 40 دار يقول هذا كلها جوار. المهم الأقرب لما يكون إنسان جار لفلان، خاصة في العمارات اليوم نشوف العمارات، فلا بد أن يعطي حسن الصورة بالنسبة لعائلته هو على الأقل أمام جاره أو أمام جيرانه، يعني إن احتاجوا إليه يكون هو دائما منبيا وكذلك داعما لهم في قضاء الحوائج، ويعني دائما يبادر بالسلام، يعني يسبقهم دائما بالسلام، وأيضا يحافظ على بمعنى أعراضهم ويحافظ على أموالهم ويحافظ كذلك على ايضا على يعني حسن الجوار، يعني الانسان ان يكسب جاره من خلال هذه المعامله الطيبه مع الجار، لان الجار احيانا تجده ولا تجد يعني عائلتك. لما الانسان يكون مريض تم طب يعني ندقوا على الجار باش ياخذك الى المستشفى، والعائله بعيده وكيفاش يجي سيب جارك، فاذا جارك وكل عائله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ياكد عليه جبريل يا محمد رد بالك من الجار، يا محمد رد بالك من الجار، يا محمد رد بالك من، قال يعني جبريل ما دام بمعنى ياكد لي ويعاود لي في الجار حتى ظننت ان الجار هذا سيورثه، خلاص يولي واحد من عائله، هذا عنده حق في التركه، يعني دائما يعني وصيني وصيني وصيني، حتى قلت انا خلاص الجار هو واحد من، يعني هو فعلا في عمليا الجار هو واحد من العائله تجده هو، يعني لما تحتاج الى عرس سيب داره ويفتح لك، سيب المعونة منه، تحتاج إلى معونة للمستشفى هو، إلى قضاء الأشياء سيبه هو. فلذلك يعني الإنسان أن يحسن إلى جاره. ومن أشد النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر واحد الحديث قال من أشد العذاب، يعني من عذاب اللي هو من أكبر الكبائر، شو هو؟ هو الإنسان أن يعتدي على حليلة جاره، يعني إنسان جار يتعدى على زوج جاره من أكبر الكبائر، لأن دي خيانة عظيمة جدا، لأن دارك يخوه دارك يعني واحد من عائلة، فأنت تخونه بالثقة، فهذا من أكبر الكبائر، خاصة بمعنى لذلك احنا قلنا الجار يحافظ على عرض أخيه، خل الجار حافظ على عرضه وعلى ماله، وكذلك من الكبائر أنك تسرق جارك، تسرق ماله ولا تسرق له بمعنى بعض الحوائج. أنا نشوفه الآن بعض الناس يعرضهم الجيران يسرقون لهم يرفضون لهم بعض الأمور، هذه كذلك من الكبائر، إنسان أنه يأخذ أشياء جاره وهو دار فيه ثقة مسكين داره واحد من عائلة، فإذا به هو يخون هذه الثقة هذه. فيعني وكذلك الجار النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، اللي يخاف ربي ويامن بربي ويخاف الآخرة، يعني إنسان وش يدير؟ فليكرم جاره يكرمه، ولا كذلك يعني إنسان والله لا يؤمن انفاها قاع، والله لا يؤمن، والله الرسول يحلف يقول هذا موش مؤمن خلاص، وشكون هو يا رسول الله؟ قال من بات شبعان وجاره جوعان وهو يعلم به، بشرط العلم به، يعني فرحان ودير العرس ودير الفرحة أو جيب الحمى أو جيب الدجاج أو جيب الماكلة للأولاد وفرحان دايم في الدار، وجاره هيك مسكين ميتبشر، هو على باله بلي ما عنده والو، ما يروحش يدق عليه ويعطي له يقول له جاري هكا تفضل، يعني شاركوا في الأكل تاعو، لا يعني بالعكس، يعني هو مغطي على بابه ما يحوش عليه نهائيا، هو عارف راهو جيعان، عارف مسكين بما راهو محروم، ولكنه ما يهتمش به نهائيا. فإذا هذا ليس بيؤمن، يصلي ولا يقعد، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم فعله قاع، قال هذا ما عندوش كمال الإيمان، هذا راهو ناقص إيمانه. فالإنسان لازم يراجع إيمانه، ولو سيبه في الصف الأول سيبه يروح يجري، يعني هو من أوائل تاع المسجد محافظ على الصلاة، ولكن في المعاملات هو الأخر، توجدوا بمعنى هو من الاخرين خاصة مع جاره، وجاره اللي هو اقرب اليه. فلهذا نحن نقول لا، الانسان المعامله اول معامله هي الجار، جارك هي اللي قبل ما تخرج لبرا، جارك هو اولى. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم دائما يعني يامرنا بحسن الجوار اللي هي بمعنى المعامله الاولى مع الغير. ف
فلهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا من والله لا يؤمن كذلك من بات من 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 لم يسلم الجار من من اذا كان بما لا يسلم الجار من واش من من اذى جاره ما يامنش من لا يامن جاره بوائقه بمعنى الجار اذا كان ما يسلمش من جاره من اذى تاعو من كلام تاعو النميمه كما نقولوا حنا الغش والسارقه كما قلت لك يعني مسكين يصبح راقد وخايف من جاره هذا ماهوش مؤمن خلاص هذاك الجار مو لذلك النبي صلى الله عليه وسلم شوف لما كان اذاه الجار في حياه النبي صلى الله عليه وسلم اذاه جاره واش قال النبي صلى الله عليه وسلم جاه شكا منه شكا منه بعد النبي في اخر ما واش قال له؟ قال له خرج القش تاعك برا اجمد القش تاعك خرجوا برا في الطريق خرجوا برا لما خرجوا برا قال له يا فلان واش بيك؟ قال لهم جاري ما خلاني نشطر كويادي بداوا يلعنوا فيه هو اللعن اللعن ممنوع ماشي مليح اللعن لعن احنا ممنوع شرعا هم بدا يقول هذا الجار وكذا وش الجار وش بيه هذا وكذا يدعوا عليه ايه بداوا يدعوا عليه كما قال الشيخ حتى اذا به سمع الاخر ولا خاف دوك الرسول صلى الله عليه وسلم يعود كش ما يدعي عليا قال لي جاي يجري قالوا يا جار الله الله ولي لدارك والله مني يوم زيد شوف مني اذى خلاص واسمح لي وكذا قال والله غير خلاص ملاك يخدم منه العهد وخدم منه كما نقول احنا هذاك الوثيقه خلاص الوثيقه تاع الالتزام يعني التزام اخلاقي ارجع لدارهم من ذاك النهار صح ما زلت اذاه من ذاك النهار شوف يعني شوف الجار كي ولا وين وصل وين وصل يعني حتى ولا هرب وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح يعني اربع من سعاده المؤمن المؤمن السعيد شكون هو اول واحد اللي عنده جاره صالح حسن الجوار الرجل الصالح اذا كان هو جارك راك هذه من السعاده تاعك والمراه الصالحه كي تكون مرتك صالحه كذلك من حسن الجوار من حسن السعاده تاع الانسان لما يكون عنده المركب الهاني يعني بمعنى سياره وحنا المركب الهاني حتى الدابه لان في البوادي يكون عود شباب الله الله ولا يكون عنده كما نقولوا حاجه اللي يقضي بها المصالح الله الله ما شاء الله والبيت الواسع هذا من سعاده المرء اما من الشر يعني وشقاوه المرء هو من بدايتها اللي عنده جاره الله يا لطيف جاره يعني كل ما يلحق له هذيك العماره مسكين يتعوذ بالله من الشيطان يقول يا ربي الله يسلك على خير اعوذ بالله اعوذ بالله يجي هذا بمعنى من شقاوه الانسان اللي ماهوش سعيد اول عنده المراه ما يصير امراه السوء والجار السوء والبيت الضيق وكذلك المركب اللي ماهوش هني لذلك نسال الله سبحانه وتعالى يعني لكل الأمة الإسلامية أن يحسنوا الجوار لأن الجوار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا حسن الخلق وكذلك حسن الجوار واش يدير يعمروا الديور يعني يعمروا واش معناتها يعمروا الديار معناتها البركة تكون في الأرض هذه تكون البركة ويزيدوا يطولوا فاش ويطولوا في الأعمار اللي يحب يزيد ربي في العمر تاعو يعود عنده حسن الخلق وكذلك حسن الجوار يعني عامل جاره معاملة حسنة هذه كذلك هذه راهي تزيد في العمر وربي إن شاء الله رب العالمين. إذا شيخنا الشيخ أبو عبد السلام لدينا مختار من تيسيم السيلت نشرع في مستقبل المكالمات الهاتفية ثم نطرح الأسئلة أحسن. إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا أخي مختار من تيسيم السيلت. أهلا مرحبا بك. لا بأس أنت والشيوخ. الحمد لله الله يسلمك سيدي مختار. عندي أسئلة يا شيخ. تفضل. السؤال الأول. نعم. بالنسبة لكيفية الصلاة العاجز عن السجود والركوع. العاجز عن السجود والركوع. السؤال الثاني. نعم. بالنسبة لجمع نيتي القضاء مع قضية من الليل هل يجوز أم لا؟ نعم. السؤال الثالث. ها؟ ظاهرة اشتعل في هذه الأيام في المساجد حجز الأماكن صفوف الأولى بالقبعات والهواتف والخواتيم والرافعات حتى والمصاحف. هل لنا من شيوخ لهم أدلة وأحاديث عن هذا؟ نعم. أرجوهم أن يقدموا مثلا
ربما ردعوا لاقدامي هذا الناس هذول اللي راهم يديروا بهذه المساجد. ارجوك وشكرا. شكرا شكرا. اذا نمر الى انقطعت المكالمة، نشرع في الإجابة ريثما تتوفر لدينا بعض المكالمات. شيخنا السائل يقول: العاجز عن السجود والركوع ماذا يفعل في الصلاة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نقول بأن الله تعالى لم يكلف عبده إلا بالمقدور عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قادر يركع يركع، قادر يسجد يسجد، عاجز عن الركوع عاجز عن السجود لا يركع ولا يسجد. يصلي قائما أو جالسا بالإيماء، يعني يتخيل أنه راكع ويقول الله أكبر يكبر، ويقول سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده، دون أن يكون فيه رفع ولا انخفاض، ما فيش. وكذلك السجود الله أكبر، يومئ فقط هكذا على أنه سجد ولم يسجد ولم يصل رأسه إلى الأرض، ولكنه في خياله وفي مخيلته أنه سجد، فيقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع الله أكبر، يجلس جلسة بين السجدتين، ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي إلى آخره، ثم يسجد الثانية الله أكبر، وهو لم يسجد لم يصل إلى الأرض، ثم الله أكبر رافعا، وإما أن يقوم لركعة ثانية، وإما أن يتحيى يعني يجلس للتشهد الوسط وهكذا. فإذا لا يكلف نفسه ما لا يطيق، لا يكلف نفسه الوصول إلى السجود أو القيام بالركوع وهو لا يقدر. من أين ذلك؟ ربما يسقط، ربما يدوخ، ربما يفقد توازنه، ربما يعني أمور كثيرة، ربما يسقط خلاص يعني يفقد توازنه ويسقط في الأرض. فلذلك لا يصلي إلا كما يعرف ويقدر ويقدر، وربي يوفقه إن شاء الله يا رب. نستقبل بعض المكالمات ثم نعود للإجابة عن الأسئلة. لدينا فايزة من تلمسان. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا أختي فايزة. أختي فايزة نحن أنت على الهواء مباشرة، زملائي في العارضة التقنية ألتمس منكم ضبط المكالمة ثم تمريرها. الرجاء نمر إلى أم سلام من الجلفة ثم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا فايزة، السلام عليكم. مرحبا فايزة من تلمسان. معكم أم سلام من الجلفة. أم سلام من الجلفة مرحبا بك. الله يسلمك. حبيت نسأل الشيخ سؤال. نعم. أنا يا ولد في رمضان هذا سيزاريان وما صمتش، وحبيت نسأل دوك إلا نصوم ونصدق ولا كيف نصوم نقضي ولا أنا؟ نعم نعم. وعندي سؤال واحد آخر، ما حكم المرأة تخرج دون علم زوجها؟ نعم نعم. وعندي سؤال واحد آخر أخي. نعم. المرأة المطلقة. نعم. ما الأولاد تاعها كي تخليهم وتشدوا مقدة أخرى ما الأجر تاعهم؟ نعم. يعطيك الصحة خويا الله. إذا أهلا وسهلا بك فايزة من تلمسان، مرحبا بك. ألو. ألو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحب أن نسألكم على الصلاة. نعم. الصلاة كي تموت الصلاة كي نزيد فيها ونقص، لما نحب هكذا نخبر عليها لما كانش يزيد فيها النقص إذا كان غلط. لما كي نصلي لما بالوقاف ولا قاعدة لما تقصي الشيوخ. الصلاة كي تزيدي فيها ولا تنقصي؟ أيوة. ماذا تفعلين؟ ومن بعد أخي سجود وسجود بالوقف نصليها، قاعدة ولا واقفة؟ لما تشرحوا لي الصلاة إن شاء الله. تزيد واقفة ولا قاعدة؟ إن شاء الله. مفهوم السؤال. الصلاة إذا كان غلط. إن شاء الله إن شاء الله. هل لديك سؤال آخر سيدتي فايزة؟ سميرة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بك سميرة. وعليكم السلام المشايخ. مرحبا. مساء الخير. مرحبا بك سميرة.
بيك يسلمك خويا تعيس. سؤالي للشيخ للشيخين. نعم. انه عندي عمه توفى عنها ابنها وترك زوجة وابن واب وام. ترك زوجة وابن واب وام، توفي عن هذه الاربع، عن هذا الاربع. فالمره الاولى عمتي عطات الشهريه لهذه المراه، الخطر في الشهريه قسموا لها بين مرته وامه. عمتك مدت الامه هي عطاو شهريه الامه للزوجه. نعم. ومن بعد بما انه الامور ما مشاتش كما يرام، شغل المراه ما حمداش ربي على اي حاجه. فقامت عمتي بانها عاد تنحت لها دراهمها، عاد رجعت الشهريه ليها. فهل يعني هي اللي بتسأل هل هذا يعني تؤثم عليه أم لا؟ وإنه هذيك الإنسانة النهار الأول تنازلت عن حقها في الميراث ومن بعد عاد رجعت، بعد عاد قالت لها مدي حقي. هي وشنو السبب اللي خلاها تنحي لها هذه الشهرية؟ لأن الشهرية هذه شكون دارها لها؟ هي غير تحسها وكأنها غير ما عندهاش الأهلية، هي طبعا هذوك عمتي كان بتمت مع رجال الطفل. ولد بنها. والشهر الشهريه مديرتها عمتك هي اللي مديرتها الزوجه هذه. هما لا كازوراك ديما قسم الشهريه على النصف. نعم. للوالده وللزوجه. خلاص. فهمتني. النهار الاول رحت نزلت عليها بالكباغ طبعا نزل كازوراك باللي تدخل ديريكتومون للكونت تاع مرت بنها. نعم. ومن بعد بما انها شفتها ماهيش مؤهله المراه كانها ولات هي حبت تدي حقها ومرت بنها تدي حقها. ايوه هذه هي. خلاص مفهوم السؤال. تعيش سؤالي للاستاذ كمال ان امكن. تفضل. وكاني رايت السماء فتحت هكذا فتح منها جزء هذه في المنام. وعلى بالي ماهوش برنامج تفسير الرؤى ولكن يعني هذه فقط. كنت نصلي على النبي وشفت اسمه في السماء تفتح. ومن بعد بما اني اشرت ليه وشافوه ناس عاودت تقفل، ومن بعد كي كملت في الصلاه على النبي عاودت تفتح الباب هذاك. وانا يعني في فرض امر هكذا يعني دعوا لي للمشايخ انه يكمل ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي انه ربي يسهل لي. فتح الله علينا وعليك. فقط نشير الى ان البرنامج ليس موجها لتفسير الرؤى ولم ارغب في مقاطعتك لانك كنت تتحدثين عن الصلاه على خير البريه عن محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا واسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. هل فيه مكالمه ام نمر الى الاتصالات الهاتفيه؟ جمال من باتنا ونتوقف على ان نعود. اهلا جمال. اذا انقطعت مكالمه جمال. فقط اختي نهى نشرع في الاجابه على ان نجيب بعض الشيء ثم بعدها نستقبل المكالمات. نعود الى مختار بن تيسي مسيد. في سؤاله الثاني يقول الدكتور كمال بوزيدي بالنسبه للجمع بين نيه القضاء مع نية النافلة قيام النافلة. يعني احنا في هذه القضاء مع النوافل لا، يعني الفرض مع النافلة احنا لا تجمع بخلاف بعض الآراء الأخرى. أما احنا في مذهبنا لا، يعني الإنسان اللي عنده نية القضاء بالليل لا يعتبر كما نقول حنايا قياما، وإنما هو قضاء. قد يحسب عند الله سبحانه وتعالى أنه كان في زمن القيام، قد يحسب له أجر تاع القيام عند الله، ولكن ليس بنية القيام. يعني أن القيام هما النوافل وهذا قضاء وهذا فرائض، والفريضة لا تضم إلى النافلة، لأن الفريضة على جهة والنافلة على جهة. لو كانت نوافل نقول كلام آخر، بما أن هذه فرائض لا تضم إلى النوافل. فنقول إذن القضاء شيء لابد الإنسان يقضيه لابد نية القضاء، والنافلة شيء، ولكن بما أنك تكمل القضاء تصلي ولو ركعتين، ولو ركعت النافلة تاع الليل فهي من قيام الليل، حتى ولو كانت الشفع بعد العشاء. الشفع بعد العشاء فهو من قيام الليل، هذاك بداية قيام الليل، هذاك هو بمعنى داخل في قيام الليل،
وربي ربي يقدرها ويقويها باش تكمل القضاء تاعها اللي هو اهم القيم ان شاء الله يا رب. الشيخ ابو عبد السلام في سؤاله الثالث يسال عن حجز، يقول لك انتشر ظاهره حجز الاماكن في الصفوف الاولى بشتى الوسائل، يقول لك بالخاتم بالساعه بالمرفع بالشاشيه، يقول لك هل هذا الفعل نعم جائز ام لا؟ تمنيت لو ان الساده الائمه عندهم من الشجاعة الكافية أن يطوفوا على هذه الصفوف ويجمعوا كل ما وضع كحجز لمكان ويلا ويأمموه في المقصورة، وعندما يأتي صاحبه ويبحث قال هذا العمل لا يليق، هذه الأماكن تؤتى وتحجز بالتبكير وليس بوضع علامة وليس بالحجز. وليس بالحجز. والذي يتحجج في بعض الأحيان بأن الوضوء قد لا، هذا هو كاين حالة ثانية. إذن أنا أول ابتداء الحجز هذا لا يجوز، ولكن من كان في مكان في الصف الأول وانتقض عليه الوضوء واحتاج إلى تجديد الوضوء يقوم ويذهب ليجدد الوضوء، وعندما يعود فهو أول يعني أحق بمكانه الذي قام منه من غيره، هذا يعود إلى مكانه ولو لم يضع لا ساعة ولا هاتف ولا شيء، كان في المكان قام ليجدد الوضوء لأنه احتاج إلى ذلك، عندما يرجع إلى مكانه يجده أو هو الأول أحق به من غيره. أما الحجز من المغرب والعشاء ولا من كذا إلى كذا، يلا أبعث مع أخوك ولا مع ابنك ولا كذا، ضع هذا في الصف الأول، ضع هذا لا يصح ولم يحدث ولم يعرفه السلف، ولو كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لحذر منه. وإذا رجل جاء وتعود أن يصلي في الصف الأول ضمن منه أنه ما دام تعود خلاص إذن من حقه وكأنه حق مكتسب، جاء متأخرا في الوقت وأخذ يتخطى الرقاب للوصول إلى ما تعود الصلاة فيه وهو المكان الأول في الصف الأول، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالجلوس حيث هو فإنه آذى، يعني يراه آذى الناس في هذا التخطي للرقاب، لا يجوز له أن يتخطى الرقاب للذهاب إلى الصف الأول. الصف الأول بكر ليه؟ ما هوش أنك تحجز وإلا تتخطى الرقاب، هذا لا يصح. كاين بعض الناس يقول لك انا تعودت هذا المكان، تعودت عليه، ما عنديش، ما كانش واحد اللي يقدر يدي مكاني. وين هذا الكلام؟ هذا مسجد بيت الله تعالى، واول داخل الى بيت الله يختار لنفسه المكان الذي يروق له. والادب الذي علمنا اياه الدين اننا نبدا الصف من اليمين وناتي حتى يتم الصف، ثم نعود وناتي الصف الثاني وهكذا حتى نتم الصفوف. اما ان نضع الفوضى يا الله قعد هنا وقعد هنا وقعد هنا، هذا ما أنزل الله به من سلطان، وربي إن شاء الله يهدينا ويهدي الجميع. أمين إن شاء الله يا رب. دكتور كمال بوزيدي أم سلام من الجلفة تقول أردت أن أسأل الشيخ، تقولك ولدت في شهر رمضان، يعني بمعنى أنها لم تصم شهر رمضان، وتقولك الآن راني لبس الحمد لله، هل أقضي أم أخرج فدية أم ماذا أفعل؟ إذا كان في هذه السنة كما يقول رمضان هذا مازال ما جاش رمضان آخر وهي الآن صفات الحمد لله، يعني بمعنى خرجت من النفاس، ما عليها إلا بالقضاء، ما تخرج حتى شيء، ما عليها إلا بالقضاء اللي كلاته في رمضان لأنها كانت محتاجة إليه، كانت نفاسة، ولذلك بمعنى طهر الشرع طهر رخصة باش تاكل باش تقوي روحها باش كذا، والحمد لله ربي رزقها بالصحة والعافية وانقطع الدم خلاص انقطع أصبحت صافية وطاهرة، فهذه الحالة خلاص تقضي ولا شيء عليها، ما عندها حتى شيء إن شاء الله رب العالمين. نعم شكرا شيخنا. في سؤالها الثاني تقول ما حكم خروج المرأة من بيتها دون إذن زوجها؟ نعم والله كاين بعض الفقهاء يغلظون عليها، لأن الزوجة عند الزوج أمانة ومطالبة بطاعة زوجها، إذا كان خروجها وعدم استئذانه في الخروج لأنها تعلم يقينا أنه يرفض لا يرضى بذلك
وخرجت على الرغم من ذلك فهذا عصيان، هذا نشوز من الزوجة على زوجها، فهذا لا يجوز. المرأة لا يجوز أن تخرج من بيت زوجها إلا بعلمه وإذنه، مش فقط لا فلان راني رايحة لك المكان الفلاني وتفتح الباب وتروح، لا هذا ما يكفيش، هذا لا يكفي، هذا إخبار وليس إذن. استئذان، لازم استئذان، لازم يقول لك روحي ولا ما تروحيش، إذا قالك ما تروحيش ما تروحيش، ما تركبيش راسك وتروحي. فبعض الفقهاء يغلظ عليها ويقول بأن هذه من الأسباب المبيحة للزوج أن يطلقها، له الحق في أن يطلقها، خلاص خرجت عن طوع، لأن طاعة الزوج راهي تعدل الجهاد في سبيل الله. لما جاء الوفد النسوي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون يعني استئثار الرجال بالأجر كله بينما النساء يحرمن من ذلك الأجر، فقال صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قلنا يا رسول الله إنهم يصلون كما نصلي ويزكون كما نزكي ويتصدقون كما نتصدق ولكنهم يجاهدون ولا نجاهد. ماذا قال لهن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال من صلت خمسها يعني خمس صلوات في اليوم والليلة وصامت شهرها في العام يعني صيام رمضان مرة في العام وحصنت فرجها يعني كانت عفيفة شريفة لم تنتهك عفتها ولم تسمح بأن تخدش هذه العفة والشرف وأطاعت زوجها كان لها مثل ذلك، يعني إذا فعلت هذا كان لها أجر الجهاد في سبيل الله. فهذه التي تخرج من دون إذن ولا علم زوجها يأتي زوجها بغتة يعني إلى البيت ولا يجدها، فلانة 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 مكان لا أثر، ماذا يفكر يعني فيما سيفكر، إلى أين يسبح به الخيال، يعني كل المصائب بتاع الدنيا تحضر في الوقت هذا، يعني معناها وكلما تخيل شيئا ازداد غضبه، وربما لو دخلت في هذه اللحظة لا انفجر عليها بكلمات نابية وقد يؤدي ذلك إلى التلفظ بالطلاق، هتكون هدمت بيتها وخربت دارها وفارقت زوجها بسبب هذا السلوك الأحمق. فلذلك لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلا بعلمه وإذنه. والله الموفق. الله الموفق وهو الهادي السبيل. شيخنا دكتور كمال بوزيد، المرأة المطلقة قلت لك لما تخلي أولادها وتشدها من مرأة واحدة أخرى، ما هو الأجر الذي تتلقاه من رب العالمين؟ مرأة إن خرجت لعمل، شو لماذا خرجت المرأة؟ إذا خرجت لعمل تجاهد عن بمقوة أولادها فهي مجاهدة في سبيل الله، خاصة إذا كان العمل هذاك شرعي محترم باش توكل أولادها. أما هذه المرأة التي بمقامت بحماية وحضانة وكذلك يعني تطعيم و يعني توكيلها بكل ما يستلزم من الأمومة يعني بخصوص الأولاد، فهي حافظت لها على أولادها، طعمتهم، حرصتهم، عندها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لأنها عاونت خوتها المؤمنة في يعني قضاء حوائجها وضمنت لها أولادها، حرصت لها أولادها عند الله سبحانه وتعالى، لها أجر عظيم. ولهذا كما قال الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من كان في حاجة أخي كان الله في حاجته، وأحب الناس إلى الله شكون هما أنفعهم الناس، لينفع الناس هذا هو المحبوب عند ربي سبحانه وتعالى، ما دام هذه نفعت خوتها فهي محبوبة عند ربي، هذا هما اللي يحبهم ربي، يحبهم ماشي كثرة الصلاة، قال لا لينفعوا الناس هذوك هما اللي يحبهم ربي سبحانه وتعالى أكثر، لأن الخلق عيال الله وأحسن الخلق إلى عيال الله فهم أفضل عند الله. فلهذا نقول إذن هذه المرأة اللي قامت بالحماية وبالرعاية لهذه الأولاد هذه عندها أجر عظيم وبارك الله فيها وربي يجزيها إن شاء الله، حتى وإن كان بمقابل، حتى وإن كانت تخلص عندها أجر عند الله إن شاء الله. شكرا دكتور كمال بوزيدي. شيخ أبو عبد السلام، السائلة تقول
لما المرأة تزيد في لما يعني المرء يزيد في الصلاة أو ينقص فيها كيف يقضي تلك الزيادة أو النقصان؟ نعم. كيف يرقع الصلاة؟ ما هذا النقصان؟ نعم. ونعطيها بعض الحالات التي نعم. الصلاة التي يترتب عليها سجود السهو هذا يسمى سجود السهو يعني ترقيع الصلاة. هذا السجود يرقع الصلاة يتممها بعد أن كانت ناقصة بذلك الخلل الذي حدث هذاك السجدة ترقعها وتتمها. لكن ما الذي يمكن أن يتم ويرقع ويصحح بالسجدة القبلية ولا البعدية؟ عندما يتعلق الأمر بغير الركن الإنسان إذا كان مثلا راح يصلي ونسى الركوع في ركعة لم يأتي بالركوع هذا الركوع لا نستطيع أن نجبره بسجدة قبلية قال نسجد قبل السلام وخلاص ما ركعتش لا هذا لازم يلغي الركعة هذه ويجيب ركعة أخرى ويسجد لها بعد السلام لأن التي ألغاها تعتبر زيادة. وما هي الأمور التي تتعلق بسجود السهو؟ عندنا السنن والمستحبات في الصلاة. السنن هذه مثلا عندنا التكبيرة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر في يعني التكبيرات نتاع تغيير الأوضاع في الصلاة هذه التكبيرات سنن. فإذا اجتمعت ثلاث تكبيرات ناقصة يسجد لها قبل السلام يرقعها تكون صلاته تمت. إذا زادها كان بعض الناس يكبر مرتين عندما يرفع رأسه من الأرض الله أكبر وعندما يستوي قائما الله أكبر هذه يعني تكبيرتين في حركة واحدة في وضع تغيير وضعية واحدة هذه زيادة. إذا تكررت هذه التكبيرة ثلاث مرات فما فوق ترقع وتجبر بالسجود البعدي. إذن إذا زاد يسجد بعد السلام إذا نقص يسجد قبل السلام إذا تعلق الأمر بالسنن. والجهر السر مثلا الظهر صلاة سرية هو سهى الله أكبر الحمد لله رب العالمين بالجهر ومشى هذا يسجد بعد السلام لأن الجهر هذيك زيادة. وإلا صلاة الجهرية المغرب الحمد لله الله أكبر يعني قرأها سرا لم يجهر فهذا أيضا نقص يسجد قبل السلام. لكنه لو ترك الفاتحة ما قراش الفاتحة كل هذه ركعة ألغيها يا ابني ألغيها كأنك ما صليتهاش وجيب ركعة أخرى وهذه الركعة ما دمت هي زيادة سجد لها بعد السلام. وهذه هي وبعض الصور بعض النماذج وردوا. شكرا شيخنا الشيخ أبو عبد السلام. نستقبل مكالمة هاتفية ثم نعود إلى طرح الأسئلة. صالح من باتنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير. أهلا مشايخنا الأفاضل عندي سؤال بخصوص الحجاب. نعم تفضل. أنا نويت باش ندير للطفلة حجاب محترم باهي يعني أخير من هذاك اللي الراس مغطي والتحت سروال وبقيت أنا في حيرة من أمري أنايا والزوجة هذيك يسمى مش أجيب الحال وأنا مصر يعني كما هكذا يعني وش رأيكم فيها بالنسبة للخطرة هذه؟ شحال في عمرها؟ بكالوريا ترمينال يعني كبيرة لا 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 باك صحيح خلاص باك جابت الباك دخل الجامعة أنا مياه مبروك عليك مبروك عليك ربي يبارك فيكم. وعندي سؤال ثاني دائما أنا دائما نتكلم معكم وخاصة بالنسبة للتبذير وخاصة المياه في هذا الصيف هذا ناس ما عندهاش باش تشرب معه ما تبغى تجيب صورتك ما كانش الصاريج ما كان صبحة مفقودة وناس يسقي والله غير وقفت عليها بأم عيني نشوف أم سيني صيوب التقطير في الزجر من العين من الروبيني يعني ما يعني ولو يعني في هذه الحصة هذه ناس يسمعوا بزاف وخاصة الشيخ أبو عبد السلام يعني تعطيونا ما وعظ في هذه. وبالنسبة لحوايج أخرى وقال لي غدوة إن شاء الله ودير تدخل عليها في الحصة تاع الربع على شيء إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. شكرا خويا صالح بارك الله فيك. إن شاء الله لدينا الحاج حسن من الطارف أهلا وسهلا بك الحاج حسن. مرحبا بكم أخوي راك ما تعقبونا تقطعونا قلوبنا. نعم
مرحبا بك، مرحبا بك. نحن كلنا شوق لسماعكم وكلنا في خدمتكم. تفضل الحاج. الحاج اخويا انا راني عندي مشكله في الريح، نصلي في المسجد ولكن ما نجيبش نتحكم في الريح. نعم. دائما يخرجني الريح، يا نظر هذوك الريح دائما لازمني نزيد نعاود الوضوء معاه ولا كيفاه؟ نعم باذن الله. هذه واحده. وثانية بالأمر، عندي أيامات تاع رمضان خاصة في وقت الاستعمار. أنا كنت في الحبس عند فرنسا وافطرت أيامات في رمضان، يعني أيامات الفطر متعمدة، فطرت مع الغرقة، يعني تعرف شو الغرقة؟ نعم. ولم تقضيهم لحد الساعة أم قضيتهم؟ لا ماني ما قضيتهمش، عندي 6 أيام راني نحب نشوف كيف يعني نقضيهم ولا خاطر مهما واش كيما نقولوا انا راني في حاله تاع كونداناسيون عمر، يعني راح يقتلونا ليش حتى شفت راهي فيت ولا ما فيتش. ان شاء الله تسمع. الحاج قادر تصوم ولا ماكش قادر تصوم؟ الان راك قادر ولا ماكش قادر؟ الشهريه مش قادر، في عمري 2 سنين. الله يبارك. صوم رمضان ولا تصوم؟ ورمضان راك تصوم فيه ولا ماكش تصوم؟ في أول عام ما كنت نصوم فيه، أثناء هذا ما قدرتش نصوم وراني خلصت في الديار. إن شاء الله تسمع الإجابة بخصوص هذه النقطة بإذن الله. شيخنا الشيخ أبو عبد السلام، نعم أختي نهى، ربما نشرع في الإجابة أحسن، وبعدها إن بقي هناك وقت نضيف مكالمات. سميرة تقول بأن عمتها توفي عنها ابنها وترك زوجة وابن وأب وأم، يعني توفي عن هذين الأربع. تقول عمتها ترك ابن، ترك ابن، تقول لك مدوا لها بونسيون للأم ومدوا بونسيون للزوجة هذه، فتقول لك هي في البداية تنازلت وقالت لهم هذاك البونسيون تاعي فيروه مباشرة للزوجة، لكن بعد مدة تقول لك دارت في حالها لما شافت بلي المرأة ناقصة شوية في الأهلية ولا ما تعرفش تتصرف، على حسب تعبيرها هي الطريقة اللي عبرت بها، عاودت دارت في حالها وعاودت رجعت البونسيون عندها. فتقول لك هل هي آثمة أم لا؟ ولن يا وهبت في البداية، وهبت ما كان من نصيبها من هذا الراتب الشهري لزوجة ابنها أو ابنها من أجل رعاية أولادها، يعني إعانة منها لزوجة ابنها من أجل أن ترعى أولادها أكثر وفي ظرف أحسن وبتوفير المستلزمات نتاع الحياة بكيفية أفضل. ولما تبين لها أن هذه الزوجة ليست أهلا للقيام بهذه المهمة، ووجدت منها ولاحظت عنها هذا التقصير في القيام بواجبها، وكان بالإمكان الرجوع عن هيبتها هذه، رجعت، لأن الذي قال به العلماء الواهب لفرع، يعني إنسان أصل، يعني الأب ولا الأم، يوهب للفروع شيء ثم يظهر لهم أنه يسترجعوه. الأب لما يعطي حاجة لوليده يقدر يسترجعها، الأم لما تعطي حاجة لولدها تقدر تسترجعه، بخلاف لو كان العكس، يعني بين الأباعد والواهب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الراجع في هيبته كالراجع كالكلب أكرمكم الله يرجع في قيئه. أما هنا راهي بمثابة أم، لما لاحظت بأن الذين وهبت لهم ووهبت من أجلهم نصفها شهرية يعني راتبها لم يفي بالغرض ولم يوجه إلى قضاء مصالحهم، لها أن ترجع وتسترجع ما كانت قد أعطته، ولا حرج في ذلك إن شاء الله يا رب. ولكن إحنا لو كان يتعاونوا هذه جدة وهذه أم بالنسبة للأولاد، يتعاونوا على تربية الأولاد سواء بالحفاظها على راتبها، ولكن يتعاونوا في القيام على مصالح الأولاد في قضاء حوائجهم. إذا كانت الأم لا تقدر ولا تفي وراتبها لا يكفي ذلك، فهي تشري
تقضي من غير ما تعطي الراتب نتاعها، وربي يوفق ان شاء الله. شكرا شيخنا الشيخ ابو عبد السلام. فيما يخص سؤالها الثاني دكتور كمال بوزيدي، هي رأت رؤيا، أخبرتها بأننا لا نعبر الرؤى بما أنها تضمنت صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وددت لو تتحدث عن الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيش صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتي إلا بخير، لأن الإنسان من أراد أن تقضى حوائجه فليكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أراد بمعنى أن يغفر له فليكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أراد أن يذهب همه فليكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي أول حاجة، هي نور في الدنيا وقضاء حوائج ورفع الهموم وتوسع في الرزق وتوسع في الأولاد وتوسع في الزوجة، يعني وكذلك السعادة في الدنيا، زائد الشفاعة يوم القيامة من النبي صلى الله عليه وسلم، من يكثر من الصلاة عليه سينال شفاعته صلى الله عليه وسلم. فلهذا يعني نقوله يعني الناس بما فأكثر من الصلاة عليه، لأن ستلقونه صلى الله عليه وسلم ينتظركم للشفاعة يعني والدفاع عنكم يوم القيامة إن شاء الله يا رب. صالح من بيتنا يقول بأنه نوى باش يدير للطفلة بنته حجاب، لكن هو عنده تصور للحجاب وضد تصور معين، الزوجة نتاعه يعني رافضة هذا التصور تاع الحجاب الشرعي، يعني قلت له يعني خليها تدير الخمار وتلبس السروال وما إلى ذلك. قال لك سألنا شحال في عمرها، قال لك جابت الباك هذا العام يعني جامعية، يعني 18 سنة هكذا، 18 19 17 18 19. المهم هي بالغة، هي بالغة. فنقولوا باش نعطوا أول حاجة توجيه للأمة الإسلامية، ماشي غير الجزائر، الأمة الإسلامية الكل. هذا الناس لما يديروا فرارة فوق في شعرهم ويلبسوا سروال ما تقولوش حجاب، الحمانس ما تسموهش خلاص حجاب، هذا مغطين راسهم برك، هذا ما كان. أما الحجاب هو الستر ككل، جسم كل مستور، ما هوش بمعنى شعر مستور والتحته كله بمعنى ما هوش مستور، هذا لا يعتبر حجابا ولا مستورا ولا جسم مستور. هذا نقول لهم بمعنى باش نفرقوا بين الحجاب وبين مغطي شعره، لأن هذا مغطين شعرهم ما همش لابسين حجاب. أما الحجاب الحقيقي هو ستر جميع البدن، لنعرفوه الحجاب شرعي بمعنى أنه المرأة تغطي كل جسم تاعها، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بثوب، يعني كما ذكره العلماء بثوب غليظ ماشي شفاف ماشي مضيق ماشي جذاب إلى غير ذلك، للثوب اللي معروف. فنقول له نعم لك الحق باش بمعنى أنك تحجب بنتك، ولكن أنا ننصحك برك فقط قنع بنتك، قنعها بأن يا بنتي هذا الحجاب السترة راه وقت تاعك، راك أنت كبيرة الآن وراه يلزمك ربي سبحانه وتعالى باش تلبسي الحجاب. إياك وتسمعي بعض الناس مازالك صغيرة ومازالك كذا ومازالك كذا ومازالك كذا، لا، أنت راكي بمعنى قد بلغتي السن اللي قد وجب في حق الحجاب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، نظن لأسماء الشيخ الأسماء هو قال إذا بلغت، إيه أسماء لما قال إذا بلغت المرأة، إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أسماء إذا بلغت المرأة، فوش قال بمعنى لابد أن تغطي، وش تغطي؟ لا تغطي كل جسمها ما عدا الوجه والكفين، هو قال هكذا، وبعض العلماء مشوا حتى من على القدمين يعني جوزوه. المهم يعني أنها تلبس غطاء كامل لباس، حنا نقولوا ماهوش شرط لباس كما نقولوا حنايا هذا اللي نشوفوا لازم هذا، لا، حنا ما عندناش لباس ستاندر، حنا ما عندناش لباس واحد هذا ولا ما كانش، لا حنا لباس متعدد الالوان اللي هو عادي جدا، وهم يلبسوه الحمد لله، لان البنات لما يشوفوا فيه الحمد لله ما شاء الله تلبس حجاب مستور مهم عادي، ما راهو لا شفاف لا مضيق ولا جذاب ولا شيء، وان شاء الله يعني ربي يعني يهدي الزوجه، لان الزوج يقول دير غير خمار وتلبس الواق، ولا هذا لا، هذا ماهوش حجاب، هذا تغطيه الراس ما غطاش شعرها برك، ما لبستش الحجاب كما ما يديروا كثير من الامه الاسلاميه، بما ماشي الدول الاسلاميه راهي تلبس هكذا، حتى الدول الاوروبيه يعني يديروا كاع يلبسوا الخمار ولابسين كاع السراول، هذا لا حجاب ما عنده حتى علاقه بالحجاب، باش نتفهموا مليح.
يعني كان بزاف يقول لك دير حجاب معناتها مغطيه شعره ولا لابسه سوا قال لك دير حجاب ما هي لا دير حجاب لا شيء. كاسيه عاريه. وتقول لك نلبس مثلا يعني السروال العريض. عريض مش عارف احنا نشوف لو كان تلبس نيكات صح نيكات في هضره يعني في الغرب يعني في خافوا مساكن تلبس نيكات طويله حتى هنا تلبس سروال تحته يعني قريب هذيك معقوله يعني فيها كلام شويه حتى بعض العلماء اللي كانوا متشددين اليوم ولا يفتوا به. كانوا بمعنى كانوا احنا كنا نقولوا بمن بكر نقولوا بمعنى اذا كان اخف اذا ولينا في الاخف كما في الغرب كما فرنسا كشفوا جدين عن الحجاب المسكينه اذا كانت مضطره تلبس ليكات طويله حتى لتحت حتى لهنايا تلبس سروال تحته وتلبس كما نقولوا احنا حتى وان كان بمعنى تلبس خمار عادي في الشارع لان موش كي تجي تخدم يقول لها نحي الخمار تاعك الا يعني فرنسا اللي هي متشده في هذا اما الدول الكل يعني مسرحين للنساء المسلمات يلبسوا واش بغاو ما يعني ما يدخلوش روحهم في الحريه الشخصيه تاعهم او بمعنى في تدخل العقيده تاعهم ما يدخلوش روحهم خلاص. فلهذا احنا نقول اذا الحجاب هو معروف في كتب الفقه تاعنا انه تغطيه كل الجسم ما عدا الوجه والكفين وكما قالوا بعض الفقهاء القدمين يعني شويه منها اما كما قلنا الفراره من فوق ولتحت سروال هذا بمعنى ليس بحجاب ولا حتى يسمى يعني تسميه حجاب هذه مغطيه شعرها وخلاص والشيخ عم يزيدها وعنده الشيخ يزيد يعلق عليها ان شاء الله. الحجاب عنده مواصفات المواصفه يعني الصفه الاولى التي اتفق عليها العلماء ان يكون الثوب سابغا سابغا وش معناها ساترا للمرأة من الراس الى القدمين وليس ولا يشترط في تسميه هذا الجلباب الذي يسمى في المصطلح انه جلباب ولا كذا لان ربي قال يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين لكن هذا المفهوم الجلباب ليس بشرط ان يكون هذا الذي الان يسمى عندنا بطاقه جلباب لكن كل ثوب سادل يعني سابغ من الراس الى القدمين ويكون سميكا فضفاضا لا ضيقا لانه من شروطه ان لا يصف ولا يشف معناها ان لا يصف ان لا يكون شفافا يظهر ما بداخله وان لا يشف معناها لا يصف عفوا معناها لا يكون ضيقا يحدد المراه كما لو لم تكن لابسه هذه كسيه العاريه اللي قال عليها النبي صلى الله عليه وسلم. اذا لا بد للحجاب ان يكون بهذه الصفه هذه والحجاب هنا قضية مناقشة كون الحجاب واجب مش واجب فرض ولا مش فرض احنا نقول للناس احنا مسلمين ولا مش مسلمين ما هو الكتاب الذي أنزله الله علينا كمسلمين ما هو هل هناك كتاب آخر غير القرآن يعني القرآن هو كتابنا من رفض شيئا من هذا الكتاب الذي أنزله الله تعالى وش يقول العلماء فيه؟ قال من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. اللي ينكر آية من القرآن كفر. اللي يجحدها يكفرها يقول لك ما كانش منها. هذا كفر. ولذلك معناها الآية نتاع الجلباب والآية نتاع الخمار موجودة في القرآن. إن شاء الله، شكرا شيخنا الشيخ أبو عبد السلام. شكرا لك الدكتور كمال بوزيدي.